نرجو شرح الرضاع الذي يحرم، حيث ان بعض الناس يتزوج اخت اخيه الصغير من الرضاع، هل يجوز هذا؟ الرضاع قد اظهر نبينا عليه الصلاه والسلام وبين له نصه القران، قال الله جل وعلا من احد المحرمات قال امهات الملائكه ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه، فاستعلم الرضاعه موجوده في القران الكريم في الامهات والاخوات، ثم جاءت السنه بتحريم الباقين مثل النسب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلما قيل له الا تزوج ابنه حمزه قال ان ابنه اخينا رضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولما استاذن عم عائشه من الرضاع عليها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له فانه عمك، فدل ذلك على ان الرضاع كالنسب، فاذا ثبت الرضاع بالبينه الشرعيه ويكفي به امراه ثقه بان ارضعت المراه خمس رضاعات للطفل الحولين ثبت حكم الرضاع، خمس رضاعات اكثر للطفل على حكمه في الحولين فانه يثبت الرضاع وتكون مرضعه اما له ويكون اولادها اخوه له وابوها يكون جدا له وامها تكون جده له، وهكذا ترتب على النسب ترتب على الرضاع، لكن بعض الناس أدرى في هذه المسائل، فإذا كان أخوه الصغير قد ارتضع من امرأة والكبير ما رضع منها فله ينكح أخت أخيه الصغير لأنه لم يرتضع من أمها وإنما ارتضع ولم ترتضع من أمه، الحاصل إذا كان أخوه الصغير رضع من امرأة صارت بناتها إخوة للصغير ولا يحرمن على أخي كبير الذي لم يرضع، إذا رضع زيده أخ صغير من زينب وله إخوة كبار ولزينب بنات فإنهن تكون حلا لإخوان الرضيع ولا يحل للرضيع الرضيع يكون أحل لهن، ولكن إخوانه ليسوا حرام عليهن وليس اخوات الاخوان الكبار لان كبار ما رضعوا من امهن وهن لم يرضعن من امهات الكبار ولا من زوجات ابائهم ولا من اخواتهم فلا يحرمن عليهن، وان حرمن على الصغير على اخيه الصغير الذي رضع من امهن